20 نصيحة لحماية طفلك من الكورونا. اجعلي طفلك يرتدي الكمامة بشكل دائم. اجعلي حقيبة طفلك تحتوي على المطهرات الكحولية والمناديل لتعقيم الأيدي كل فترة. اجعلي طفلك ينال قسطا كاف من النوم لتعزيز نظام المناعة. شجعي طفلك على ممارسة الرياضة بشكل دائم. علمي طفلك أن يغطي فمه أثناء العطس أو السعال وأن يلقي المنديل في أقرب سلة قمامة. علمي طفلك ضرورة الامتناع عن مشاركة الأدوات مع الآخرين لتحميه من الإصابة بالأمراض. علمي طفلك مراعاة التباعد الاجتماعي بمسافة مترين سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة. راجعي الطبيب بشكل دوري للاطمئنان على صحة طفلك. لابد من تعقيم الأسطح التي يستخدمها طفلك قبل استخدامها مثل الكرسي والمنضدة والكمبيوتر والموبايل. اجعلي طفلك دائم البقاء بالقرب من مصادر التهوية سواء داخل الفصول أو في الأماكن المغلقة عموما. اجعلي طفلك يغسل يديه باستمرار بالماء والصابون خاصة قبل تناول الطعام أو بعد دخول المرحاض أو لمس الأسطح. بادري بالكشف الطبي فورا على طفلك إذا لاحظت عليه أي أعراض. اجعلي طفلك يبتعد عن التقارب الجسدي وتجنب التقبيل أو المصافحة قدر الإمكان والاكتفاء بالإيماء. اجعلي طفلك يبتعد عن لمس الأسطح والمقابض وكل ما من شأنه نقل العدوى. اجعلي طفلك يبتعد عن التعامل مع الحيوانات التي في الشارع. اجعلي طفلك يتناول أنواعا مختلفة من الخضروات والفواكه بحيث يحتوي طبق السلطة على كل الألوان والتي تمد الجسم بكافة المصادر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم. اجعلي طفلك يتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي مثل البرتقال والكيوي والجوافة إذ يعرف هذا الفيتامين بمحاربة الفيروسات. اجعلي طفلك يتناول الأطعمة التي تحتوي على عنصر الزنك ومنها الفاصوليا الخضراء والبيضاء والبطاطا الحلوة والدواجن والحبوب الكاملة واللحوم الحمراء. اجعلي طفلك يتناول كميات مناسبة من البروتينات ذات القيمة الغذائية العالية مثل اللحوم والدجاج والزبادي أو الروبي لاحتوائه على البكتيريا النافعة والتي تلعب دورا كبيرا في تقوية مناعة الجسم. ابعدي طفلك قدر الإمكان عن تناول السكريات والأطعمة المصنعة لأنها من أكثر الأغذية التي تضعف مناعة الطفل خاصة تلك الأنواع التي تحتوي على ألوان كثيرة إذ تحتوي على نسبة عالية من المواد الحافظات.